السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يا رب أوقاتكم بكل خير. من الصباح وأنا قاعد أناظر موقع التخييم اللي احنا بنروح له. طبعا هذا هو الموقع، لكن للأسف جاني تحذيرين هنا. للأسف التحذيرين هذه خربت علي حاجة. يقول لك إنه الآن البوابة فل ويمكن تقعد أكثر من 3 ساعات عند البوابة. أنا بصراحة نسيت إنه ويك إند، ويك إند يعني الناس معطلة، يعني فوق المدارس الموظفين معطلين، فبالتالي في بتكون في حفلات كحول وما إلى ذلك، الله يبعدنا عنكم الأمور هذه، بالإضافة إلى الزحمة، بالإضافة إلى إن الأكواخ اللي موجودة هناك كلها مستأجرة. يعني حتى جهزنا الأمور هذه كلها. شوف ياخذ الكيكة حقتي، شكرا طال عمرك. شوف جاهزين من أمس وشرينا كاميرا جديدة حتعجبكم عشان نصور الشلالات من فوق وزي كذا، لكن الحمد لله اليوم سبت، يعني الاثنين او الثلاثاء لازم نطلع لهذا المكان خلاص، يعني خسارة على الاشياء اللي شريناها. يعني حتى لو غيرنا الجدول وقلنا بنروح الحين 6 فلاج وبعدين نخيم، نفس الشيء ويكند الدنيا فل. فبالتالي وين نروح يا جوانا، وش تقترحي؟ بيتش. تبي تروح البيتش؟ البيتش يعني الشاطئ. انا اقول نروح فندق الرعب اللي وعدناهم فيه والى الحين ما دخلناه. ياس انت معنا في الخط. ايه وين ذا؟ من اللي يضحك ذا؟ وينه؟ هناك جنبي. اي انا قاعد العب فيفا. انت موجود؟ يس. ايش رايكم؟ ايوه خلاص اول موسم عندنا خرجين. ايوه معاكم. نحاول الحين نشوف فندق الرعب ان شاء الله ما يكون فل بعد، لانه في لوس انجلوس يبغى لنا كذا ساعتين عشان نوصل. جاهزين؟ يس. ايش رايكم ناخذ الخيمه ونخيم في البحر؟ اوكي يلا داخل المويه. نروح لوس انجلوس. يس. قبل لا ننطلق حبيت اقول لكم على شغله من ناحيه فيديوهاتكم حق المعايدات. للاسف تجينا على السناب معايدات جميله جدا، لكن للاسف ما اقدر احفظها لانها سنابات، فاتمنى انكم تتبعون الطريقه وترسلوا لي اياها على الايميل. الشيء الثاني، بعض الحلوين يرسل لي معايدته وفي اغنيه معروفه مثلا، او انشوده العيد المعروفه في التلفزيون السعودي او الاماراتي، هذه انا ما اقدر احطها لان لها حقوق. الاغاني هذه لها حقوق فبتضرني انا وتضر القناه. سيت بيلت وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وناخذ لنا بعض من الزاد هنا، يعني قلنا كذا ناخذ لنا سناك خفيف قبل الغداء. كل عام وانتم بخير يا احلى عصابه. افضل شيء صار لي السنه اني طحت على قناتكم، والله بلغنا العيد القادم. عيد مبارك يا احلى عصابه. كل عام وانتم بخير عصابه بدر علي العسيري من ابها. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء السبسكرايب. في امان الله. هلا عصابه بدر، عيدكم مبارك، ان شاء الله يرعد عليكم بالصحه والعافيه. اول شيء السلام عليكم، ثاني شيء عيدكم مبارك، والله يديم علينا وعليكم بالصحه والعافيه، امين. كل عام وانتم بخير يا عصابه بدر وكل اللي تابعونا. انا اسمي ليال من القصيم، احبكم مره. كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه، واحب اعيد عليكم من امري. السلام عليكم، احبكم وانا عائله بدر، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانت معانا يا بدر وعائلتك كلها. مبارك عيدكم عصابة بدر، عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير يا احلى عصابة. يعني كل عام وانتم بخير والعيد ينعاد لكم بالصحة والعافية. وكل عام وانتم بخير يا احلى عصابة، والله احلى قناة عندي، احبكم موت موت موت. عيد سعيد يا احلى عصابة. السلام عليكم عصابة بدر، معكم محمد من الكويت. انا احب اتابعكم، وواصلوا واستمروا، الله يوفقكم يا رب، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم يا احلى عصابة، عندي ان شاء الله توصلون مليون مشترك، ما بقى الا شوية تقريبا 30,000، فهذه عيديتكم خذوها ان شاء الله. احبكم من العيدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عصابة بدر، عيد مبارك. ان شاء الله عيد مبارك عليكم، الله يعيد علينا وعليكم بالسلامة. كل عام وانتم بخير يا احلى عصابة في اليوتيوب. يو
كل عام وانتم بخير يا احلى عصابه في اليوتيوب، مبروك على 700,000 عقبالي المليون. كل عام وانتم بخير عصابه بدر، هابي فاميلي. احبكم عصابه بدر وكل عام وانتم بخير. معكم علا من السودان لكن من السعوديه، وكل عام وانتم بخير. احبكم. ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه. اوه شوفوا المنظر، لا اله الا الله طول الطريق. ان شاء الله سيارتك يا خوخه في المستقبل. وين؟ لا الكامري خلاص. لا هذه ناخذ لنا موقف. يلا مشينا. يلا يا موجود كشه، خطينا كشته. متحمسين هم دارين بيصيحون بعد شوي. يلا وهذا هو، حتى الناس خايفين ندخل. شوف المنظر، اشرح لنا. Oh my god. Have you guys been helped? Yeah. Oh, Judy. تعال وقف هنا، خلي شكلك. اوه. مو ها ها. كيف كذا؟ شوف الزحمة الناس على الدور. أعوذ بالله. قال احتمال يبغى لكم أكثر من ساعة ونص تنتظرون. وش بقنتي بسم الله عليك؟ طيب لنا ساعة ونص ننتظر. شوفوا جمال الطاولة هنا كيف حاطين عليها شنط جميلة. ما حاطينها برا يراقب الناس. طيب وش ذا الحظ ذا الحين؟ لا مخيم ولا سكس فلاج ولا حتى بيت الرعب. لا اله الا الله. الشاطئ ما الناس نروح الشاطئ. لا لا خله. يلا يلا يمكن نلاقي لنا شيء افضل هنا. صوموا بخير. مجدي ايش هذا؟ ايش هذا؟ هلو. طيب هذا هنا يو، هذا للحين الكش يكذب على الناس، يعطونهم فلوس يقولون تخلينا نقرا لك المستقبل. يا ويل حالي، شغالين والله كويس. شوف هذا الباص حقهم، خوينا سبايدر مان المكرش يا صديق. وبنطلع هذا المكان، هذا اول مره نجيه. ما شاء الله ما شاء الله، مكان جميل ما ادري وشو بس حلو. مجمع ماركات عالميه، ساحه للماركات العالميه. يلا هذا المكان تدرون وشو؟ علامه الهوليوود المعروفه في الافلام. طيب تعالوا تعالوا لحظة حبايبي، وش رايكم نطلع لفوق ونشوف كيف المنظر؟ يلا يلا يلا. متحمسين بسم الله عليها. يلا يلا هش. الله ماكينة ايس كريم، تختار الايس كريم اللي تبيه. والله جديدة علي ذي، انا مسكين ما اعرف شيء. طيب هذه اي من هنا اوضح. والله جميل المكان هنا.
وهذا المكان اللي دخلنا منه. ايش الازعاج؟ طيب اتحداكم، من يقدر يروح لعند الشرطي ويقول اخذ صورة معاك؟ ها؟ تاخذها؟ شوف. هاي دو. هذولي مسرحيات ولا مين هذي؟ شكلنا قطة او انت الكاميرا. يا رب دخيلك. اوه لا 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 وجهه طويل، وجهه طويل. لابس كعب. وين راح؟ جمال الصدف انك تمشي تلاقي سبايدر مان وزورو. شوف على شارع هوليوود شاورما وكفتة حلال، الله يوفقه. ها انبسطتوا؟ اضحك عليهم. طيب خلصنا جولتنا الحين وبنشوف نروح الشاطئ منهاتن ولا لا، ولا ندور على البيت. اليوم كله حوسة وغلط، لكن سبحان الله لعل في ذلك الخير، لعلها خيرة. هاليومين ندقق وش يمكن ناقصنا، يمكن في أشياء ثانية احنا تجاهلناها، لكن بنشوف. أبو كشة يلا تعال، بديته يطلع الدرج احسن من الاسانسير نتريض. وبسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حلوين. ايوه ما ادري في ثلوج داخل السياره بجدي. ووقفنا في الاوتلت قلنا نشوف يمكن في شيء يستاهل. جهز لعيد الاضحى. جهز لعيد الاضحى؟ لا توبه خلاص. شو انا؟ حلو العيد؟ العيد هو العيد بين والديك وهلك وجماعتك وناسك صراحه، يعني لانه هذا مو عيد ولا كانه يوم عادي، بس كانه ايوه كانه يوم عادي، بس مضطر عشان الحلوين يطلعون واجازه بعد. صح؟ يب. ترجع الرياض؟ يس. والله؟ بابا نيني. ولا عشان العيد؟ العيد اصلا بدون جده ما ينفع عيد يعني. شفتي يا جده؟ شفتي يا يمه؟ احبك. خلاص عجبك؟ خلاص. تدري يبغى يسحب واحده من هالقروش، هذه نافوره الحظ، تتمنى امنيه وترمي هنا. الحمد لله والشكر. وش تاخذ؟ سنت ولا 10 سنت؟ وش بتسوي لك؟ اي شو تسوي لك؟ طيب شو تشتري لك ولا شيء؟ ما ادري. ناخذهم كله احسن. نشتري سيارة صح؟ اوكي تفضل. ما يمدك تمشي خطوتين الا بنروح يعني سكس فلاج. جاي تلعب لي هنا؟ ها جوانا بنروح سكس فلاج وتجي هنا؟ لا. يلا مجودي كشة بابا. يا رب دخيلك مجودي. يلا يا بابا يلا. اللي بوريكم اياه بعد شوي انا شفته بالانترنت وكنت يعني اقول حاله فرديه، بس اني انا اطيح فيها لا. خلني اوريكم اعزكم والله دوره مياه. شوفوا اعزكم والله كيف. ما ادري يعني يسولفون مع بعض ولا في حاجز ولا في شيء. شيء غريب. ناس الدنيا تغيرت. هذه مكتوب عليها للنساء وموضة بعد. هذه كلها. لا الوضع تغير يا جماعة. في نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء سبسكرايب. باي. حمودي شاهي.